ندخل في أخبارنا بقى. ندخل في الأخبار. طيب نروح طبعا الجنوب أفريقي بيتو موسيماني اللي رجع لقيادة تدريبات الأهلي النهاردة بعد حصوله على راحة من التدريبات امبارح، وده طبعا بعد تعافيه الحمد لله من فيروس كورونا. وحرص موسيماني أنه هو يعمل محاضرة فنية بالفيديو كونفرنس مع اللعيبة قبل انطلاق التمرين الجماعي النهاردة على ملعب التاتش بالجزيرة. اتكلم خلالها لمدة 40 دقيقة عن مباراة وادي دجلة اللي جاية، وأبرز طبعا نقط القوة والضعف في الفريق المنافس. والأهلي طبعا بيستعد لمواجهة وادي دجلة المقرر ليها بعد بكرة الجمعة في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز. بحب جدا في موسيماني قد إيه هو دايما مهتم بأنه هو يفرج اللعيبة على الفريق المنافس، على فيديوز ليهم، أنه كل يعرف القوة والضعف، نقط القوة والضعف، ودايما يحط الخطة على حسب الفريق اللي هيلعبه. مفيش حاجة اسمها أنه في خطة واحدة للفريق هيلعب بيها مع أنبي، مع الإسماعيلي، مع بيراميدز، مع الزمالك. لا، بيبقى دارس الفريق كويس قوي، الخصم، وبيبقى عارف كويس قوي اللعيبه هتتمركز ازاي في الملعب على حسب الخطه اللي قدامه، على حسب طريقه لعب اللي قدامه بيبدا يحط هو الخطه والفنيات بتاعته يا احمد. وبرده نقطه كمان تضاف لموسيماني ان هو صمم على طبعا رجوع اسماء معينه اللي كانت معاره من للنادي الاهلي، وده يدور برده على ذكاء مجلس اداره النادي الاهلي انه قد ايه فكره الاعاره دي فادتنا بشكل كبير قوي. اللعيبه دي استفادت في وقت الاعاره ودلوقتي رجعت شايفين تألق أسماء اللعيبة اللي كانت معارة طبعا يعني. طبعا خدي بالك كمان أنه في نقطة مهمة، يعني بداية من ماتش وادي دجلة، ويمكن ده يكون حصل كمان في ماتش الاتحاد، لكن يعني عموما من الماتش اللي جاي ماتش وادي دجلة، بعد كده هنلعب ماتش العودة مع سوني داب، بعد كده هنكمل ماتش أو اتنين في الدوري. كل ده في دماغ مستر موسيماني، أنا متأكد أنه بيحضر وبيجهز لسوبر إفريقيا ومن وراه كاس العالم للانديه. يعني الماتشات اللي جايه بالاضافه لاهميتها سواء في الدوري المحلي او سواء في دوري ابطال افريقيا، هتكون كمان فرصه للتجربه والاستعداد والتجهيز لماتش سوبر افريقيا، ومن بعدها طبعا ماتشات كاس العالم. واعتقد ان الجهاز واللعيبه حلم كبير قوي لاي لاعب انه يشارك في نسخه من نسخ كاس العالم للانديه، واعتقد انه رجاله النادي الاهلي عندها نفس الحلم ونفس الطموح، وان شاء الله باذن الله على قد مجهودهم وإصرارهم يقدروا يترجموا ده لعرض مشرف. ونتمنى إن شاء الله نشوف النادي الأهلي في قبل النهائي، ويا ريت طبعا لو كان نهائي البطولة.